منذ بدء المواجهه الاخيره بين حماس واسرائيل، يتواصل الدعم الغربي سواء من واشنطن او من الدول الاوروبيه للتصعيد الاسرائيلي المتواصل في قطاع غزه، وتواصل اسرائيل حتى الان فرض حصار مطبق على القطاع شمل جميع مناحي الحياه من كهرباء ومياه وغذاء وتجهيزات طبيه، اضافه لطلبها من سكان المناطق الشماليه هناك التوجه جنوبا وعلى الرغم من تاكيدات بايدن على الاتفاق مع اسرائيل على ادخال المساعدات لقطاع غزه فان تل ابيب اعلنت ان الاتفاق سيكون من خلال معبر رفح حصرا فكيف يواجه العرب هذه الضغوط الغربيه وما هي افضل الطرق لمواجهه الخطوات الهادفه لتصفيه القضيه الفلسطينيه؟ موضوع نناقشه مع ضيفنا من الرباط السفير الفلسطيني لدى المغرب جمال الشوبكي سعد سفير أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية بداية لماذا هذا الدعم الغربي اللامتناهي لإسرائيل على حساب الفلسطينيين والعرب يعني واضح تماما وأنا استمعت إلى هذه العبارة من الرئيس الفلسطيني أكثر من مرة أن من يحتل فلسطين هم الأمريكان وليسوا الإسرائيليين لأن إسرائيل لا تستطيع أن تصمد سنة واحدة إذا ما قطعت المساعدات الأمريكية عنها نحن نعلم أن السلاح التي الذي تستخدمه إسرائيل هو أمريكي وأن المال هو أمريكي وأن الفيتو الذي يحمي كل مشاريع القرارات التي تحاول أن تنفذ وتطبق القانون الدولي هو أمريكي إذا هي مشروع أمريكا في المنطقة، وأعتقد أن بايدن عاد وكرر عبارة كان يقولها دائما أننا, أننا لو أننا لم تكن هناك إسرائيل, لم تكن إسرائيل لكنا اخترعنا إسرائيل, إسرائيل. إسرائيل صحيح إسرائيل سعد السفير أنت أوصلتني نعم. إلى هذا السؤال التالي لك لماذا لم هذا تعيدة. المشروع؟ لماذا هذا الدعم نعم. الكبير؟ ما هي مصالح واشنطن في دعمها الكبير جدا والسريع على حساب أي شيء آخر؟ ما هي اهداف او مكاسب الولايات المتحده من هذا الدعم الكبير لاسرائيل يعني حقيقه الامر محير انا اريد ان أ... أذكر ببعض الجمل والحقائق التي كنا نرددها من القرن الماضي أن إسرائيل هي القاعدة الأمريكية المتقدمة قاعدة الإمبريالية المتقدمة في المنطقة أن إسرائيل هي الطفل المدلل أعتقد أن الجنرال هيك في 1980 قال أن أفضل حاملات حاملة طائرات أمريكية لا يمكن إغراقها في العالم هي إسرائيل إذا إسرائيل هي قاعدة لحماية المصالح الأمريكية امريكا الان تحاول السيطره على منطقه الشرق الاوسط الصراع ليس على قطاع غزه وليس على الضفه الغربيه والقدس فقط الصراع هو من يسيطر على منطقه الشرق الاوسط ونحن كفلسطينيين وكعرب لا نريد ان نذهب ضحيه في هذا الصراع الدولي صراع دولي ربما المصالح الامريكيه تتعارض مع المصالح الصينيه مع الروسيه اقليميا ايضا ايران وغيره، نحن نريد ان نحافظ على حقوقنا كشعب فلسطيني، الرئيس الامريكي منذ بدايه زيارته لاسرائيل اليوم اولا اولا تبنى الروايه الاسرائيليه في موضوع المستشفى المعمداني في غزه، ثانيا هو اعطاهم الدعم الكامل آآ 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 وقال نحن انا جئت لاوفر كل الاحتياجات والامكانات لقتل المدنيين في غزة لأن غزة لا يوجد بها إلا مدنيين غزة 2.5 مليون فلسطيني أو 2 مليون و ألف فلسطيني نصفهم أطفال هم معزل من السلاح مدنيين محصورين في أصغر بقعة جغرافية أكثر بقعة في العالم كثافة سكانية هي قطاع غزة اليوم أرض غزة إما لونها أسود ببارود القذائف الإسرائيلية وإما أحمر بدم الفلسطينيين أنا أعتقد أنه إحنا الموقف العربي جيد اليوم الموقف العربي جيد نريد مزيد من التحرك صحيح. العربي سيد جمال سعد سفير يجب أن نضغط نعم. على المصالح الأمريكية هذا التحرك نعم. العربي نعم. وإلغاء نعم. القمة الرباعية مع الرئيس جو بايدن كان موقفا لافتا وموقفا عربيا مهما بعد استهداف المستشفى المعمداني في غزة هل ترى أن هذه بهذه الطريقة يعني هكذا تقاوم الدول العربية الضغوط الغربية او تواجه هذا الدعم الامريكي اللامتناهي وانحيازها الى جانب الرواية الفلو... الرواية الاسرائيلية عفوا سعد سفير هل تسمعني سي... سيد جمال الشوبكي هل تسمعني؟ يبدو ان ضيفي من الرباط فقدنا الاتصال به ربما نعود اليه بعد قليل اذا كنا نتحدث اذا مع سعاده السفير سيد جمال هل تسمعني الان؟ سيد جمال اهلا بك مره اخرى. طيب انا, أنا اسمعك جيدا نعم الموقف العربي كان لافتا انا اسمعك اعتذر نعم هناك مشكله في الارسال نعم. كانت صغيره. نتحدث عن نعم. الغاء القمه الرباعيه مع جو بايدن كان موقفا عربيا لافتا. هل هذه احدى طرق الدول العربيه لمواجهه الانحياز الامريكي لصالح اسرائيل؟ يعني اعتقد نعم هي خطوه احتجاجيه على هذه السياسه الامريكيه المنحازه الى اسرائيل والتي تقوم بدعم اباده الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني يتعرض لاباده جماعيه، هذه الحرب حرب خارج القانون الانساني الدولي، خارج الاخلاق لذلك هذا احتجاج ولكن هذا غير كافي أنا أعتقد نعم. أن الدول العربية قادرة أن تصنع تكتلا عربيا تكتلا عربيا لحماية المصالح العربية أمام هذا الصراع الكوني هناك صراع كوني الحرب بأوكرانيا رأينا أن العالم ينقسم إلى قسمين أرادوا أن ينقلوا كل الدول التي ساعدت أوكرانيا انتقلت لمساعدة إسرائيل رغم الفارق أن إسرائيل تحت الأرض الغير آه وبالتالي آه يدعموها في احتلال الأراضي الفلسطينية وفي السيطرة على الثروات آه العربية لا لو الدول العربية آه قامت بهذا التكتل وفاوضت الدول بناء على مصالحنا كعرب روسيا والصين والولايات المتحدة أنا متأكد سنستطيع أن نفرض مصالحنا وأن نحمي مصالحنا في المنطقة أنا أحذر من من قناتكم أن ما 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 يجري بغزة الآن ليس المستهدف حماس أو مسلحين فلسطينيين هناك المستهدف المنطقة ثاني يوم ما بخلوا غزة كما هم يحاولوا الآن وشعب غزة لن يغادر الشعب الفلسطيني غزة سينتقلوا الى الضفه الغربيه وسينتقلوا الى مخطط اكبر للسيطره على المنطقه، هم بشكل واضح يقولوا ان اسرائيل هي قاعدتنا المتقدمه لحمايه مصالحنا، حمايه مصالحهم اين؟ حمايه مصالحهم من المحيط الى الخليج، نعم. نحن قبل 7 اكتوبر شاهدنا نتنياهو عندما وضع الخارطه بالامم المتحده باللون تجاه الازرق باللون فلسطين المنطقه العربيه باللون الازرق، قبل ذلك سيموتريتش وضع في المانيا وكان لم يستقبل حتى بشكل رسمي من الحكومة الألمانية وضع خارطة من الفرات إلى النيل واحتجت الأردن تجاهل الأردن واحتجت نعم. الأردن على ذلك نعم. إذا المخطط أكبر من غزة وأكبر من فلسطين وعلينا أن ننتبه كعرب إلى ذلك سعد السفير سأعود إلى مسألة ال ال الضغط العربي الأكبر ولكن أريد أن أعود إلى المصالح الأمريكية مع إسرائيل. كما ذكرت الرئيس جو بايدن قالها وكررها انه لو لم تكن اسرائيل في المنطقه في الشرق الاوسط لكنا اخترعنا اسرائيل، لماذا؟ ما هي مصلحه امريكا في وجود اسرائيل في المنطقه العربيه؟ يعني انا انا لا اعتقد انه هذا السبب قديم وليس جديد، هذا السبب قديم منذ انشاء وخلق الكيان الصهيوني. وعد بالفور والبريطان عندما خلقوا اسرائيل خلقوها في قلب الامه العربيه حتى لا تكون وحده في هذه المنطقه انا اريد الان ان اذكر ايضا ان بايدن شعبيته في الحديد في امريكا وهو جاء ليسترضي اسرائيل ظنا منه انه قد يحسن من استطلاعات الراي له في يعني آه تقصد اللوبي اليهودي المؤثر في امريكا مليئة. يعني اللوبي اليهودي يعني هذه هي مصلحة بايدن نعم نعم أو إحدى... الإدارة الأمريكية؟ نعم إحدى آه آه عزيزي عزيزي نعم. إذا إذا دخلنا بهذا التحليل أنا أعتقد أنا أعتقد أن هناك مصالح إقليمية في المنطقة. مهم. الصراع كله ملعب الصراع هو المنطقة العربية. نرى دول اقليميه تحاول الدخول واستعمال الورقه الفلسطينيه آآ 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 للسيطره على المنطقه ونهب مقدرات المنطقه أمريكا والغرب يدعم إسرائيل أيضا لنفس السبب حتى نعم. يسيطر على المنطقة العربية وليس على 27 ألف كيلو متر اللي نعم. هي مساح مساحة فلسطين ولكن هناك أسباب أخرى كثيرة من ضمنها الانتخابات الأمريكية, الأمريكية من ضمنها أيضا مواجهة كما يعتقدون النفوذ الروسي أو الصيني إذا جاء إلى المنطقة هذه, هذه نقطة مشروع كوني بالمناسبة تفضل نعم. يعني انا اعتقد ان هذه المنطقه سميت بالجيوبوليتيكا الهارت لاند هي قلب العالم وكان م. هناك نظريتين ان من يسيطر على قلب العالم يسيطر على العالم من على الصراع كله. كوني بين امريكا التي تحي... تريد طيب. ان تحافظ على مكانتها وروسيا تريد ان تحتفظ بالشرق الاوسط للسيطره على العالم روسيا والصين لديهم مصالح انت تذكر كنا دائما يقولوا انه يمنع نعم. الاتحاد السوفيتي من الوصول الى المياه الدافئه حتى لا يصل الى قلب الشرق الاوسط، نعم. اليوم روسيا موجوده بالمنطقه، الصين موجوده بالمنطقه واسرائيل وامريكا موجوده في المنطقه، اذا احنا نحن لا نريد ان تكون المنطقه العربيه مسرح للصراع الدولي حتى بشكل مصغر ان لا يعملوا المنطقه الصومال نعم. الجديده بصراعاتهم طيب. وال... سعاده السفير سؤال الاخير لكم في نعم. في هذا الصراع. في هذه نعم. المقابله مع سكاي نيوز نعم. عربيه ذكرتم أن هناك ضغط عربي على الولايات المتحده والغرب عموما ولكن يجب ان يكون هذا الضغط اكبر الموقف الروسي يبدو اقرب للفلسطينيين في هذه الحرب هل تعتقد أن روسيا هي المفتاح يعني حتى يمارس العرب ضغطا أكبر أو يواجه الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل؟ يعني أعتقد أن هناك دول كبيرة تبعت الولايات المتحدة في سياستها اتجاه الفلسطينيين مثلا على سبيل المثال فرنسا كانت تقوم بسياسة متوازنة اتجاه الفلسطينيين لما كان في قيادات عظيمة في فرنسا زي ديغول وبعده رؤساء كثر اليوم فرنسا تنحاز ألمانيا تخضع للإرادة الأمريكية إيطاليا كانت دائما تقف معنا أنا أعتقد أن التكتل العربي يجب أن يحاور الصين للدفاع عن مصالحنا ونحاور روسيا للدفاع عن مصالحنا ونحاور امريكا للدفاع عن مصالحنا ومن يقترب من مصالحنا نقترب منه هكذا نستطيع ان ندير نعم. المعركه نديرها لمصلحه لحمايه المصالح العربيه، نعم. انا لا اقصد انه الضغط فقط باتجاه الولايات المتحده ولا مقاطعه الولايات المتحده على الاقل، ولكن بالامكان بالحوار والتاثير على هذه الدول الاوروبيه. انا اذكر أن كنت سفير في الرياض في 2008 وكان في ازمه اقتصاديه، كل زعماء اوروبا جاءوا الى الرياض ومعهم وفود من رجال الاعمال ليحاولوا ان يجتازوا الازمه الاقتصاديه بصفقات في المنطقه. نعم. نحن قادرين ان نضغط على هذه الدول وموقف المملكه العربيه السعوديه مهم وهو جيد الان موقف مصر موقف كل الدول العربيه في الامم المتحده انا رايت سفيرنا يقف وكل مجموعه السفراء العرب يقفون معه لدعم وقف الحرب ما نريد الان ما نريد اذا سمحت لي نحن نريد وقف الحرب على غزة، لأن كل دقيقة تمر هناك مئات الفلسطينيين المدنيين العزل يقتلون، أيضا غزة لا ماء لا غذاء لا دواء إذا هناك صحيح. اه اه اعدام جماعي اعدام جماعي لاثنين ونصف مليون فلسطيني نريد من امتنا التحرك وايصال الرساله حتى يتوقف هذا الحصار وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني بايدن اليوم لم يذكر جمله سياسيه لصالح المنطقه فقط جاء ليدعم اسرائيل لم يعطي الفلسطينيين افق لعمليه سلام قادمه ممكنه جاء ليخلق الافق كل ما حصل هو نتيجه الضغط في الفيزياء يقولوا الضغط يولد الانفجار الضغوطات على الفلسطينيين لن تنهي الفلسطينيين ستخلق انفجارات وانفجارات لذلك علينا ان نفكر بعقل الاداره الامريكيه بدل ما ترسل حاملات طائرات كان عليها ان ترسل مبعوث للسلام يدعو الى مؤتمر دولي للسلام كما دعت مصر ويجلس جميع الاطراف وينهي الاحتلال نعم. جوهر المشكله لم يبدا ب7 اكتوبر نعم. جوهر المشكله بدا قبل انا اريد بس جمله واحده ماذا حدث بالضفه الغربيه منذ بدايه العام حتى الان 300 شهيد فلسطيني صحيح. كم حقل زيتون احرق حماس غير موجودة بالضفة الغربية صحيح الشاب أبو خدير قتل بحرق قبل أن تكون 7 أكتوبر عائلة دوابشي حرقت قبل 7 أكتوبر عائلات فلسطينية تعاني لكن للأسف سعادة السفير السفارة السفارة عندما السفير انفجر الفلسطينيون المس... عندما انفجر الفلسطينيون الغرب تعاطف مع إسرائيل لأنه شاهد المشاهد التي وصفها بالمشاهد الإرهابية وحاول أن يلخص كل الصراع في في تلك المشاهد، أنا أشكركم شكراً جزيلاً على هذه المقابلة معنا من الرباط السفير الفلسطيني لدى المملكة المغربية السيد جمال الشوبكي، شكراً جزيلاً